جميل. متى سيتم فتح السالمي في الاتجاهين؟ الآن التسكيرة عن طريق المملكة العربية السعودية هم اللي قالوا لنا احنا حاليا احنا ما راح نخلي خروج من الرقعي الى السالمي، فنختصر على الاستقبال فقط، الاستقبال وين ويصيب راح يكون عن طريق الدخول والخروج من الجانبين. فاحنا نشوف الآن العدد تقريبا، يعني انا يوميا تقريبا انا استقبل تقريبا ما يقارب 1000 1200 مواطن، ان كان مواطن كويتي او انه سعودي. طبعا استقبلهم بالفتره هذه من الساعه 9 الى الساعه 2. راح يشوفون الزحمه ويشوفون الربكه في بدايه المنطقه المقسومه الى دخول المنفذ الكويتي، وبعدها راح يتم على توجهه الى المنطقه الصحيه بعد ما يتخذون اجراءات صحيه مع وزاره الصحه. نعم. ويدش من بعدها يدش، ولكن احنا قاعد نتكلم على هذه الزحمه اللي تصير، عشان كذي احنا قاعد نستخدم بس فقط المنفذ الوحيد اللي هو منفذ الويسلي. طيب ليش محددين ساعات معينه للدخول من 9 للساعه 2؟ في سبب معين؟ الله يسلمك، احنا اي نعم، احنا مو احنا اللي محددين الوقت، هذا المده. انا سبق وتكلمت قلت هذه اجراءات السلطه الصحيه. أكيد. احنا منفذين للاجراءات والتعليمات السلطه الصحيه. نعم. طبعا الان لما السلطه الصحيه هي تقوم في عمليه اجراء الفحص الصحي او الفحص الطبي على القادمين للدخول الى دوله الكويت، اول ما ياخذون الفحوصات اللي هي البي سي ار. بعد ما ياخذون البي سي ار هذا المفروض ان مدته ما تتجاوز 4-5 ساعات عندهم، لازم يترحل على طول الى المختبرات. فعشان كذي وزاره الصحه السلطه الصحيه اعطتنا الوقت هذا من الساعه 9 الى الساعه 2. طبعا احنا حسب التعليمات والاجراءات احنا منفذين، مثل ما قلت لك احنا منفذين.